ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب بنات الطالبات إننا سوف نبدأ اليوم بتدريس كتاب العلوم للصف الثاني ومع الوحدة الأولى التي سوف تكون بعنوان أجسامنا أجسامنا سوف نتكلم في هذا الدرس أبناء الطلاب بنات الطالبات عن الجسم أو جسم الإنسان ها هي أجزاء جسم الإنسان كما نرى في الصورة فهي رأس وأيضا جذع جذع وأطراف أطراف والأطراف هما يدان ورجلان اليدان والرجلان مره اخرى اجزاء الجسم هي راس جذع جذع اطراف اطراف وهما اليدان كما حددت في الصوره ورجلان رجلان اجسامنا تتشابه في الاجزاء الرئيسيه وهي رأس وجذع وأطراف، رأس جذع أطراف. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، إذا أردت أن تتسهل لك مادة العلوم وتصبح مادة سهلة ويسيرة، فعليك بتعلّم القراءة بشكل صحيح، وهو الذي سوف يسهل عليك دراسة هذه المادة الشيقة. أجزاء الجسم الرئيسية، ما هي أجزاء الجسم؟ أجزاء الجسم هي الرأس كما نرى في الصورة وكما وضحت لكم، وجذع، جذع وأطراف، أطراف، والأطراف هما اليدان والرجلان، أجزاء جسمي هي الرأس، الجذع. الاطراف اجزاء جسمي هي الراس الجذع الاطراف هناك اختلاف في اجسامنا هناك اختلاف من حيث الطول فهذا طويل وهذا متوسط وهذا قصير وهناك اختلاف من حيث الحجم الحجم، فهناك نحيف وسمين، هناك نحيف وسمين، لا توجد هنا ربما صورة شخص سمين، لكنك تعرف تماما ماذا أعني بسمين، إنه صاحب الوزن الزائد. مرة أخرى صفات أجسامنا من حيث الوزن نحيف، نحيف كهذا وسمين، سمين. وأيضاً من ناحية الطول طويل وقصير، طويل وقصير، إذاً نختلف في أجسامنا من حيث الطول فهذا طويل وهذا قصير، ومن حيث الحجم فهذا نحيف وهذا سمين، هذا نحيف وهذا سمين، والسمين صاحب الوزن الزائد. نقرأ معاً اجسامنا تتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه هي راس جذع اطراف راس جذع واطراف اجسامنا تتشابه في الراس والجذع والاطراف الراس وجذع واطراف وإن صفات أجسامنا تختلف في الحجم والطول، فهناك طويل وقصير وسمين ونحيف. إذن صفات أجسامنا إما طويل وقصير أو سمين ونحيف. سوف نقوم معاً بحل هذا التمرين. أكمل مخطط أجزاء جسم الرئيسيه. أجزاء جسمي هي: صحيح، الرأس، رأس، وأيضا جذع، جذع، وأيضا أطراف، أطراف، نكمل. ما هي صفات أجسامنا؟ صفات أجسامنا من ناحية الحجم: نحيف، نحيف، وسمين، ومن الطول: طويل، وقصير، طويل، وقصير. الرأس، سوف نتكلم الآن عن الرأس. الرأس، وسوف نرى في هذه الشريحة أو في هذه الصفحة الأجزاء الرئيسية للرأس، هذا رأس، هذا رأس، هناك أجزاء خارجية وهناك أجزاء داخلية، خارجية مثل خارجية مثل أنف عين، هذه أجزاء خارجية مثل أنف وعين، هذه الأجزاء الخارجية للرأس فنحن نستطيع أن نراها. عين وأنف. وهناك أجزاء داخلية للرأس. ماذا يوجد داخل رأسي؟ وماذا يوجد داخل رأسك؟ أو ماذا يوجد داخل هذا الرأس هنا؟ دماغ. مرة أخرى، ماذا يوجد داخل الرأس؟ دماغ. دماغ. وأيضاً، هناك أسنان، أسنان، هذه الأشياء كذلك داخل الرأس، إذا الرأس هناك أجزاء داخلية وأجزاء خارجية، أما الأجزاء الخارجية فهي العين كما أرسم لكم الآن وكما هو موجود هنا، وأيضا الأنف، هذا هو الأنف، وأيضا الفم جزء خارجي، وأيضا الأذن، لكن ماذا عن الأجزاء الداخلية؟ الأجزاء الداخلية هي الدماغ كما هو في الصورة وكذلك اللسان، اللسان، اللسان والأسنان تعتبر أجزاء داخلية، فنحن لا نستطيع أن نرى الأسنان واللسان عندما نرى لأول وهلة لأي رأس. هل نفهم هذا؟ مرة أخرى الأجزاء الخارجية هي الأجزاء الظاهرة مثل أنف كما أرى في الصورة وعين وكذلك اذن وكذلك الفم ايضا هذه اجزاء ظاهره لكن ما هي الاجزاء الداخليه هي التي لا استطيع ان اراها كالدماغ واللسان والاسنان كالدماغ والاسنان وكذلك اللسان ننتقل نسمي اعضاء الراس او اسمي اعضاء راسي ما هي اعضاء راسي نرى أعضاء رأسي هي أذن أنف أنف لسان لسان عين عين وشعر مرة أخرى أعضاء رأسي وكل هذه الأعضاء خارجية عدا اللسان نعم الأذن أنف شعر عين أعضاء خارجية وهذا العضو داخلي كاللسان والأسنان إذا أعضاء رأسي هي أذن أنف شعر عين لسان أذكر وظائف أعضاء رأسي الداخلية الداخلية لقد عرفنا ما هي الأعضاء الداخلية التي لا نستطيع رؤيتها رقم واحد الدماغ الدماغ إذا الدماغ دماغ ونقوم بالإشارة إليه. دماغ. دماغ، الذي يوجد داخل رأس الإنسان أو جمجمة الإنسان. ما هي وظيفة الدماغ؟ التفكير، التفكير، فنحن عندما نذاكر مادة العلوم، وعندما نقرأ، وعندما نتعلم القراءة والكتابة، فإننا نستخدم الدماغ للتفكير، الدماغ. في الصورة الثانية سوف نرى كذلك أجزاء داخلية للرأس مثل أسنان ولسان أسنان ولسان ما هي وظيفة الأسنان؟ الأسنان تقوم بتقطيع الطعام، تقطيع الطعام وطحن الطعام هكذا تقطيع وطحن لأنها يعني أسنان، إذا الأسنان تقوم بتقطيع الطعام وطحن الطعام، فماذا عن اللسان؟ فماذا عن اللسان؟ يقوم بتقليب الطعام، تقليب الطعام، عندما نأكل فإن اللسان هو الذي يقلب الطعام وسوف بواسطة اللسان سوف يدخل إلى داخل الجسم أو إلى داخل المريء. أعتقد بأنها معلومات بسيطة ولأنك طالب ذكي سوف تفهم هذه المعلومات بشكل يسير. أعضاء الرأس الداخلية سوف نتحدث عن ثلاثة أعضاء. العضو الأول هو الدماغ كما هي في الصورة، أما وظيفته فهي التفكير. هناك عضو ثاني وهي الأسنان، الأسنان وكما قلت لكم فإن وظيفة الأسنان هي تقطيع الطعام و طحن الطعام. أيضا يوجد لسان، اللسان عضو داخلي، ما هي وظيفته؟ وظيفته هي تقليب الطعام، وكذلك اللسان هو الذي يساعدنا في الكلام ويساعدنا في الحديث، وكيف نستطيع أن نتواصل مع بعضنا البعض إلا عن طريق اللسان. ماذا تعلمنا؟ تعلمنا بأن أعضاء رأسي هي جزء خارجي وهي عين عين فم فم أذن أذن أنف أنف وهناك جزء داخلي وهو دماغ دماغ وأسنان أسنان ولسان لسان لأعضاء رأسي وظائف متعددة لأعضاء الرأس وظائف متعددة ونحن عرفنا وظيفة الدماغ وهي التفكير وعرفنا وظيفة اللسان وهو تقليب الطعام وكذلك الكلام وعرفنا بأن الأسنان تقوم بتقطيع وطحن الطعام تقطيع هكذا فعندما أخذ خبزة وأريد أن أكلها فإنني سوف أقطع الطعام أو تفاحة أقطع الطعام وتقوم الأسنان أو بقية الأسنان الداخلية كالضرس هو الذي يقوم بطحن الطعام، إذا وظيفة الأسنان هي قطع وطحن، قطع وطحن الطعام. سوف نقوم بحل هذا التمرين، هيا بنا. سوف نكمل مخطط رأسي لنرى كيف يتكون. رأسي يتكون من جزء خارجي وجزء داخلي، الجزء الخارجي مثل العين.. وكذلك الأنف وكذلك الأذن وكذلك الفم، كل هذه وكذلك الشعر، كل هذه تعتبر أجزاء خارجية، لكن يكفي بأن تضع فراغا واحدا أو أن تضع إجابة واحدة، عين إما أنف أو أذن أو فم. الأجزاء الداخلية دماغ ولسان أو أسنان أو.. اسنان نتابع نكمل التقويم اكتب اسم العضو تحت الصوره هذه, هذه عين عي ي ن اذن عين هنا فم فم هنا اذن إذا حرف الالف ثم ذال ثم نون ونكتب أذن وهنا سوف نكتب أنف، أنف إذا قمنا بكتابة كل عضو تحت صورته، هذه عين وهذا فم وهذه أذن وهذا أنف. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه بهذا الدرس نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم ونستكمل بقيه الدروس في حلقه جديده باذن الله في امان الله